كنتواجدوا هنايا مع الاخوان ديالنا بعد ما تلقينا يعني بعد الملاحظات من طرف مستعملين الدراجات الهوائيه يعني التروتينيت اللي كيستعملها بواحد الشكل كبير بعد المواطنين، كنشوف الظاهره كثرات بزاف بشكل كبير اللي كتضايق الطاكسيات وكتضايقنا في الشارع العام وكتضايق حتى مستعمل الطريق. وحنا بغينا نعرفوا شكون المسؤول على هاد الوسيله ديال النقل اللي كنشوفوها يعني ما عندهاش تامين، ما عندهاش بزاف المسائل. بغينا يعني نوجهوا رساله للمسؤولين على النقل باش نشوفوا هذه الوسيله هذه اللي ربما شنو الابعاد ديالها. لا قدر الله في حادثه تسير شي من هذا القبيل هذا، لان كتضايق المهنيين وكتضايق المستعملين الطريق. هذا اشكاليه من طبيعه الحال، لان الاشكال اللي كيبقى اشكال بحال غادي على رجله، وهي وسيله من الوسائل يعني بحال دراجات هوائيه بحال دراجه ناريه لغير ذلك. اذا هذه الوسيله هذه خص يكون عندها تامين باش هذاك اللي كيستعمل هذه الوسيله هذه يكون عنده تامين ديالو، يعني باش يحافظ على سميتو على السلامه ديالو بالنسبه للتامين. بالتالي انها خص يكون عندها شروط اللي يعني ما تمشيش وسط الطريق ما تكادي لغير ذلك. وهذه الوسيله هذه كنشوفها بشكل كبير يعني كتداول في مدينه الدار البيضاء. وهنا كتعرف بان دائما كيرجعوا المسؤوليه لصاحب الناقله يعني السياره في هذا الشان هذا، يعني كيقول لك اسبقيه للدراجه يعني الراجل، وهذا مشكل. هذه الوسيله ملي كتستعمل كتولي بحال الدرجانيه يعني بحال لان كتمشي وسط الشارع العام وسط كذا، يعني كتخلق مشكل في العرقاله وكتخلق مشكل في المدارات من طبيعه الحال. الظواهر كانت كيستعملوها الناس بشكل مؤقت يعني بعد الامور، دابا كنشوفوا يعني تعمات في شوارع الدار البيضاء الكبرى، يعني ناس موظفين ناس دريات يعني ولا كيستعملوها بشكل كبير. يعني ظاهره ملي ظاهره ولات تفاقمات بشكل كبير، يعني خص واحد التفات اليها ويكون واحد التوعيه مثلا، او لا يرجع لهاد الامور بحال هادشي هذا باش يعني تعطى واحد الدور كبير. الا كانت فعلا غتشتغل هاد الدراجه دير القوانين ديالها والانظمه ديالها ما تبقاش ما تطيحوش في هاد المشاكل. هذا مشكل كيعاني منه الجميع ماشي على الدراجه، كيعاني المواطن مستعمل الطريق سير الاجره يعني النقل عموما. وهذا ماشي حل اننا نلتجئوا لهذه الوسائل ديال هاد التروتينيت اننا نستعملوها مقابل اننا حق المازوت غالي ولا هذا. كاين امور اخرى يعني ما نشوفوش يعني الاكراهات بامور اخطر من ذلك. باستمرار كيوقعوا لنا مشاكل حوادث سير في هذا الشكل هذا، لان ما كتنتبهش كيكون في الجنب ديالك ما كترش له البال حتى كيخرج لك بطبيعه الحال ما فيهاش الصوت حتى كيخرج لك قدامك كتولي تصادم انت وياه. هنا كتبقى اشكاليه خطوره عليه هو كمستعمله وخطوره عليك انت لانك كتستعمل الطريق ما كتبقاش تسبب شي اكراه ولا هذا. كيف ما كنشوفوا عدد ديال الشركات اللي هما كينقلوا الدواء وكذلك هاد لي كلوفو وعدد ديال الاشياء لا داعي للاسم ديالها، كيسببوا لنا تما مشاكل وحوادث كثيره خطيره يوميا. كنشوفوا عدد ديال الحوادث من هذا الشكل هذا، وكننبهوا لهاد الدراجات الناريه اللي صراحه كنعانيو مدينه الدار البيضاء فهاد وكثروا بشكل كبير حتى الطريقه باش كيستعملوا الدراجات طريقه خطيره. لا من طبيعه الحال لحد الساعه لا، لان هادشي غادي ملي كيبدا يكثر عاد كتبدا تنبه عليه. حنا غادي الحمد لله بدورنا حنا غادي نراسلوا الجهات المعنيه في هذا الاطار يعني على هاد الدراجات الهوائيه بطبيعه الحال حتى الدراجات الناريه اللي كيستعملوا ليفريزون تاهما حنا قمنا بشكايات وغادي نعاونوا نجدوا الشكايات مره اخرى باش الجهه المعنيه انهم ياخذوا يعني احتياطات ديالهم في هذه المسائل ويكونوا على حذر من هاد وتكون توعيه على الاقل تكون توعيه الى غير ذلك. هاد السياقه ديال هاد الدراجات الناريه اللي كيستعملوا هاد ليفريزون يعني راه كتشوفهم كيسوقوا بواحد الشكل بلواني خطير جدا اللي كيسبب حوادث كثيره في مدينه الدار البيضاء، وكاين احصائيات على هاد المسائل. وحنا كننبهم هاد الدراجات الناريه انهم يخوضوا الحيضه والحذر بالنسبه للشوارع ويردوا بالهم، لان الانسان ملي كتوصلوا كتضر شي حاجه في الصحه ديالو راه ما كتعوضش. بالنسبه للدراجه الكهربائيه كتخصها تمشي في الطروطوار، تمشي في الطروطوار ماشي في الشارع العام، لان هي ما عندهاش تامين ما عندهاش بزاف المسائل اللي كتحميها. اذا كتشكل خطر لا على راسه ولا على مستعمل الطريق من طبيعه الحال. يردوا البال ديالهم الله يحسن العوان، هما كيشتغلوا يعني كاين اللي كيخدم على عائلته كاين اللي خدام على الاسره ديالو، ولهذا كنقول لهم بانهم يردوا بالهم، لان الصحه ما كتعوضش. يوقفوا في الضوء ويحترموا قانون السير ويحترموا كذلك المستعملين الطريق ويحترموا كذلك اشاره المرور باش الامور تمشي بسلام.